حطيتي بعض اعلانات السلع اللي انت كنت بتشوفيها عشيها سواء في طفولتك او شبابك، تفتكري ايه منها؟ طبعا الصابونه، انت عارفه لحد دلوقتي ان عندي صابونه نابلسي دي دايما كانت امي الله يرحمها تغسل شعرها بصابون نابلسي لحد دلوقتي. ما في حد جاي من العمان الا شايل لي صابون نابلسي، اصلا بيتعمل في نابلس. هو زابلسي ليه؟ لانه بيتعمل في نابلس وفي زيت زيتون صح؟ طبعا هو معمول الزيت الزيتون اللو يعني كواليتي. واخده بالك؟ فلحد دلوقتي بقول لك ان احنا مثلا نعمل حمام زيت قبل ما نغسل شعرنا. خانه الكوافير ما كانتش موجوده طبعا. لا 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 الملابس كان الصيف اتفصلوه في البيت الشتوي. لا الشتوي كان لازم بلوفرات. هي بقى كمان عارفه ايه؟ كانت شاطره في التريكو. يعني حبيبتي لما مشيت من الدنيا لو تشوفي كميه البتوع التريكو اللي عندي. لسه كنت بفتكر امبارح صوري كان الانجليزي كانت تعمل لابويا شرابات تريكو زي المتاحف بخمس ابر. وعارفه الكاروهات الانجليزي وبخيط رفيع انجليزي صوف. كان مصروف لكم كام طقم في لما كبرت شويه؟ طقم من ناحيه ايه؟ طقم هدوم لبس بعد ما لا مش بفرق. فاكره يعني مش فاكره يعني فاكره انه كان عندنا فساتين تعمل لنا فساتين نلبس بلوفرات نروح بقى نشتريها من شركه بيع المصنوعات وفاهمه؟ حاجات كده جزم من باتا كان في كمان عارفه ارمن ارمن باتا عايزه اعرف بقى السعر كام؟ تقريبا 75 قرش. لا ده لما غليوا متهيألي بقى 5 لا والسعر حسب المقاس بالظبط. كل المقاس يكبر كل ما السعر يغلى بالظبط. وكانوا عارفه كان اسكندريه فيها ناس ارمن ويونانيين بيعملوا صنادل. فلما كنا نروح اسكندريه نروح بقى ان عند نشتري بقى الصنادل بتاعت اللي ما تترميش يعني ترميها وهي زي ما هي. وطبعا بنتكلم بقى بعد كده في اواخر الخمسينات والستينات بنزيون وصدناوي وعدس ده بس كان ده كان شياكات بقى لانه عارفه دول كانوا يهود. شوفي شيكوريل واخده بالك والخياطات مدام مش عارفه ايه ومدام ايه ومدام ايه ومدام ايه. اعلان فساتين بسعر 18 قروش صاغ لغايه 99 قروش يعني من 18 ل 99 قرش. يوم الجمعة افتتاح اريكو ما اعرفش ايه اريكو اريكو محل اريكو ما انا ده محل صغيرة اريكو ده مشهور يعني كان مشهور. بنزيون وبعدين شيكوريل مشروب الضيافة بيبسي كولا ده بعدين بقى انت جمعتي كل الحاجات دي اللي هي طبعا لان دي طفولة الطفولة والرطل كان كنا بالرطل ما كانش لسه بالكيلو. لا 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 كل ده بتجمعيه سواء كان شكل او مفهوم. هنرجع تاني للمفاهيم بس الضائقه اللي استمرت معاكوا بعد وفاه والدك قد ايه ساهمت في تشكيلك؟ بصي ما تشكيلي ان انا عمري ما كنت ست متدلعه. يمكن كنت راضيه باللي عندي ومبسوطه وعيني ما بتروحش لحاجه تاني مش في ايدي اعملها فاهمه؟ عارفه لما كل واحد ينزل عليه رضا فبس كان وقتها مثلا ايه عايزه اقول لك مثلا كان ما اقدرش اشتري اكتر من ثلاث مش عارفه ايه كولونات فكنا لما يتقطع الكولون كنا نروح نرفيه كان زمان في رفه لكولون كنا نصلح كعوب كان الجزم بكعب والكعب يتكسر فنروح نصلح الكعوب. بناتك وهم صغيرين ما كانوش بيزعلوا لما امهات اصحابهم بيتكلموا بشكل ارستقراطي وغني وترفي في طرف يعني ومامتهم عماله تحكي لهم على التفاصيل الصغيره وكانها بتقلل من لا لان انا عمري انا اصلي ما كنتش حاسه ان انا اقل عمري ما حسيت ان انا اقل فاهمه؟ يعني انا فاكره مثلا حكايه حكيتها امينه كنت سكنت في الحرانيه وهما بيروحوا مدرسه الالسن في مدرسه في الحرانيه وانا ورشتي بولاء وكان عندي سواق ده لما اتجوزت بقى وانفصلت عن يعني عن والدهم وسكنت بره في الريف
وبعدين ما لحقتش السواق، حصل له ظرف وما لحقتش يجيب الولاد من المدرسه. فالست كلمتني قالت لي البنات جه الميعاد، قلت لها خلي عبد الله كان الغفير يروح يجيبه. فعبد الله جاب امينه وفاطمه بالحماره من الألسن. انا ايه نسيت الحكايه دي، وبعدين بكتبها فكتبتها وجيت بناقش امينه وضحكت. قلت لها فاكره امينه مع عبد الله جه جابكم الحماره؟ قالت لي يا امي لو تشوفي الولاد ده، انا قعدت سنتين اتعالج، ما هم بقى الولاد الالسن بقى، فاهمه؟ تنمر. ايوه وقتها قلت فهمت. قلت لها انا، قالت لي لا بس شوفي بقى لو دلوقتي حد منهم يقول لي انت ركبتي الحمار عملتي ايه.